هني برنامج كورة على الحلقة الألف، وبإذن الله مزيد من التوفيق، وإن شاء الله مبارك لكم على الحلقة الـ10,000، ومزيد من التوفيق، ومتعتونا، وإن شاء الله في المستقبل تمتعونا أكتر، ونقول إن شاء الله مزيد من التألق والإبداع. صراحة برنامج مميز يقدم علي سالم الأخ العزيز والكادر الوياء. نتمنى إن شاء الله تصير 1,000,000 حلقة، وإن شاء الله يعني نشوفه بأفضل حال. صراحة برنامج دائما ما أشوفه إيجابي مع المنتخبات، مع الفرق العراقية، مع الفرق الدوري، يعني صراحة ما بي أي مشكلة، يعني الحمد لله وشكر. إن شاء الله نشوفهم بأفضل حال، وإن شاء الله إحنا دائما داعمين لهذا البرنامج. أول شيء يعني أهنيكم، أهني برنامجكم كورة والأخ علي سالم، وحضرتك دائما متواجد خارج القناة. اللي يتعب أكثر واحد أنت أكثر من علي سالم. منكم موفقين إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وبرنامج كرة من تألق لا تألق إن شاء الله. نتمنى لهم المزيد من النجاح والتألق إن شاء الله. أعتقد برنامج من أروع البرامج، برنامج مهني، برنامج دائما يكون بكل أحداث الرياضية حاضر، يسلط الضوء على كل النشاطات والفعاليات. نتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. أولا طبعا أنا من الضيوف الدائمين في برنامج الأخ علي سالم، أتمناكم كل التوفيق وإن شاء الله مزيد من النجاحات. ألف مبروك البرنامج كورة، وصول الحلقة 1,000، مبارك يعني برنامج جدا راقي، وكنا أنا أحد المتابعين لبرنامج كورة. تحياتنا الأستاذ علي سالم، الأخوان اللي بالكادر، حضراتكم كابتن أحمد، الكل مبارك لكم إن شاء الله يا ربي يصير 100,000 سنة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شيء اكيد من البرامج المميزه، كل كادر العاملين بهذا البرنامج، والاخ علي سالم من الشخصيات المحترمه اللي يعرف شلون يتحدث باسلوب راقي واسلوب يفيد المدرب واللاعب والكره العراقيه. هذه المناسبه نقدم له جزيل الشكر على هذا البرنامج الراقي والرائع، نتمنى له دوام التوفيق بهذا البرنامج والتقدم والازدهار هذا البرنامج. أنا أتمنى كل التوفيق لبرنامج كرة، كل القائمين عليه. الحقيقة هذا العمر اللي وصل له ليست بالهين، وإنما من خلال إنجازات كبيرة حققها برنامج كرة من خلال كل الكادرين. كل الشكر والتقدير لكم، كل الشكر والتقدير للأخ علي سالم، لكل المعنيين في برنامج كرة. شكرا لكم. حلو 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 علي سالم، حلو، راض عليكم. أنا برنامجكم معتدل وبرنامجكم جميل، وما تهجمون علي كل واحد، ودعمون المنتخبات ودعمون الأندية ودعمون الدوري. أنتم المراسلين مالكم المصورين، ناس بارك الله بكم، شهادتي مجروحة بكم الصراحة. ما عندي شغل يومكم مساني قابل شنو، عندي موظفاني بس أنا دابركم دجون وتبا، وأنتم أخل ناس ما تهجمون تأخذوها الجمهور للقمج. ألف مبروك، ويستاهلوا كادر برنامج كرة، ونحن كلاعبين يعني وأنا نتمنى لهم كل التوفيق على السنين الفاتت من شغل واجتهاد وتعب، ويستاهلوا كل خير يعني، ونتمنى لهم الموفقية والأداء المميز دائما. مبروك لبرنامج كرة ولأخي علي بالحلقة 1,000.